أهل بلدنا الأحباء، إحنا اليوم اليوم 13 في الحرب، ونبين لحد لسه فيش موعد ممكن أنت تنتهي في الحرب، يمكن ممكن تاخذ معنا فترة طويلة. بهاي الفترة إحنا لازم كلياتنا نلتزم بكافة التعليمات، ممنوع نفوت لمرحلة أو لإحساس إنه كلياته تمام وكلياته ماشي زي ما إحنا بدنا، لا إحنا بعدنا بحالة حرب. أنا بتمنى بالفعل تخلص قديش أسرع ويرجعوا كافة شبابنا كلياتهم على عائلاتهم ولبيوتهم ولبلدهم سالمين، ولكن هذا بيمنعش وبيفرض علينا كمان، مش بس بيمنعش بيفرض علينا ان كلياتنا نلتزم بكافه التعليمات. الحرب اخوان بعد ما خلصتش، والشكل اللي مبين انه بدها تاخذ كمان بعد وقت كثير، لانه لحد اليوم ما فيش عندنا علامه انه وانت ممكن تخلص. قديش ممكن تاخذ؟ ممكن تاخذ ايام، اسابيع، اشهر، بتامل قديش اكثر تخلص اسرع ويرجع كلياتنا سالمين. احنا مطلوب مننا كمان مره احنا كاهل بلد كلياتنا نلتزم بكافه التعليمات اللي بتصدرها الجبهه الداخليه ووزاره الداخليه ووزاره الداخليه ووزاره التربيه والتعليم، نلتزم بكافه التعليمات. بدناش نشوف احنا نفكر انه الدنيا كلها طبيعه وكلها ماشي كله تمام. من ناحيه ثانيه احنا بنجرب قديش اكثر كمان نعيش حياتنا الطبيعيه، يعني لازم نوازي بين الشغلتين، احنا من ناحيه في حاله حرب ومن ناحيه ثانيه في حياتنا احنا بتستمر وبتكمل. بتامل من الجميع نلزم كافه التعليمات، لازم احنا كلياتنا بالماضي اثبتنا ان قد المسؤوليه، لازم كمان مره نكمل بالمسؤوليه تبعتنا هاي ونلزم بالتعليمات عشان تخلص هاي الغمامه وتروح هاي الغمامه عندنا بلا اصابات وبلا اي بيت منكوس. بتمنى انه كل شبابنا يرجعوا على بيوتهم لاحضان عائلاتهم سالمين، وان شاء الله تخلص بلا قديش اقل ناس قتلى وجرحى بهاي الحرب. من ناحية ثانية أنا بحب أنوه إنه إحنا كمجلس محلي بكافة أقسامه بالتنسيق مع الجبهة الداخلية إحنا جاهزين لتقديم أي مساعدة ممكنة، أي مساعدة ممكنة إحنا جاهزين. إحنا كل يوم نعمل تقريبا نعمل جلسة الصبح الساعة 9 عن بحث الوضع، نتأمل إنه محتاج كمان كل هاي المساعدات، ولكن إحنا كبلد جاهزين كمجلس محلي كجبهة داخلية مع كل الجمعيات اللي بتشتغل في البلد، إحنا جاهزين لإعطاء أي مساعدة بحالة بوقت الحاجة. نتأمل كمان ما يكونش في حاجه لكل التنسيق هذا، ولكن احنا كمان جاهزين وعلى تم الجوازيه كمجلس محلي مع كل الطواقم الفاعله في البلد مع كل الجمعيات اللي فاعله بالبلد. يعطيكم العافيه.